أباح الله شرب ماء أو حرم الله شرب؟ أباح الله تعالى أن نشرب الماء واللبن والحليب وعصير البرتقال وعصير التفاح وعصير الموز وعصير المشمش والأناناس والله. طيب ليش يا ربي حرمت الخمر بالذات؟ ليش؟ ليش يا ربي لما نصنع عصير عنب ويجوز نشربه لما يبقى كم يوم يتحول خمر حرام نشربه؟ ليش يا ربي؟ إذا نظرت وجدت أن كثيرا من المشاكل التي تقع، مشاكل الزوجية، مشاكل الطلاق، مشاكل المضاربات، حوادث السيارات، كلها تقع بسبب الخمر. والله رأيت مقطع مرة في الإنترنت وموجود الآن يمكن في اليوتيوب لو تبحثون عنه، وأيضا كان طلعته في حلقة لي عن الخمر في برنامج بصمتك. كان في كأس خمر موجود وجاءت مجموعة من النحل تطوف حوله، إحدى هذه النحل شربت منه وقعت على الأرض، اجتمع النحل كله أخذ يضربها حتى ماتت. تخيل اجتمع النحل يضربها، موجود في اليوتيوب، اكتب نحلة سكران وشوف كيف تعالوا فيها يعني. ليش حرم ربي الخمر؟ لأن فيها يعني الله ما بينه وبين عداوة، يعني الله تعالى ما حرم الخمر حتى يقلل متعتنا في الحياة، لا، الله تعالى يعني جل وعلا تمد تفضل علينا بأنواع المتع، لكن لأن الخمر ضار قال لا تشربوه يا عباد. ليش الله حرم أكل لحم الخنزير؟ ليش الخنزير بالذات؟ طيب ناكل لحم دجاج؟ كلوا، لحم بط؟ كلوا، لحم نعام؟ كل، ناكل لحم غنم، لحم شياة، لحم غزال، لحم جمل، لحم بقر، كل الأنواع غير المحرمة إلا الخنزير لا تأكل يا عبدي. ليش يا ربي؟ طيب هو الخنزير فيه لحم كثير وفيه شحم وينتج كثير، نعم، لكن إذا نظرت في المضرات المترتبة، ضرات على الجسم المترتبة على أكل لحم الخنزير، تقول بعدها يا ربي لك الحمد أنك حرمته علي. يا جماعة ربي ما بينه وبينك عداوة لما يحرم عليك خمر ولا يحرم عليك أكل لحم خنزير، لما يأمرنا بالصلاة ما بينه وبين عداوة يبغى يضيق صدورنا فيقول صلوا حتى تقل متعتكم بالحياة. أنت اقتنع أن دينك هو الحق. طيب إذا إيش الباقي؟ باقي يا ربي إني أتعبد لك بهذا الدين، إني أتقرب إليك يا ربي. إيش أحسن شيء يا ربي أن تحبه؟ أحسن شيء يحبه رب العالمين بعد التوحيد الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يموت دائما الإنسان يا جماعة عند موته يتكلم بأهم الأشياء عنده. ما في واحد يموت وروحه، يعني تخيل واحدة قاعدة تموت وملك الموت يطلع روحها وهي تلتفت على أمها وتقول يما شريت المكياج، المكياج حقي الماركة هذه سوي، ما تسأل عن هذا. دائما الإنسان عند الموت يتكلم بأهم شيء. السؤال ما هو الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به وهو يموت؟ إيش كان يقول يا جماعة؟ كان يقول الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، الصلاة حتى مات عليه الصلاة والسلام يردد الصلاة الصلاة. ليش يا أخي؟ لأنه يعلم الصلاة يا جماعة هي الحبل الممدود بينك وبين رب العالمين. أنت بل تأتي وتقطع هذا الحبل. أنا مرة ألقيت محاضرة في الأردن وعزمني واحد على غدا وجلسنا معه، تكلمت كلمتين عن الصلاة. فواحد منهم قال يا شيخ أنا أريد أني أعطيك قصتي مع الصلاة. قلت تفضل أعطني قصتك. فقال يا شيخ أنا لما كنت شاب أزعر يعني داشر، تسمونه داشر ولا إيش؟ يعني صايع كده يعني غير ملتزم. يقول لكني كنت أصلي وأصحابي لا يصلون. إيش اسمها في تونس؟ هامل هامل يعني هذا كان هامل برشة برشة يعني خربان جدا جدا. فيقول يا شيخ وكنت هامل وأصحابي كلهم هاملين برشة ما تجاوزها هامل يعني داشر إلا إذا كان لها معنى ثاني ترى ما أدري شكل الشيخ لعب عليك. إيه الشاهد يقول دخلت المسجد بصلي فلما أردت أني أكبر وإذا مكتوب حديث، طبعا الحديث ضعيف ما هو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يقول فقلت في نفسي طيب أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، يعني أنا ما لي صلاة؟ تدري بلاش صلاة. يقول وتركت الصلاة يا شيخ 10 سنوات. يقول ثم جئت وحضرت مرة جلسة مع ناس فواحد منهم سألني قال ليش ما تصلي؟ قلت ما أصلي والله أنا
خمر وكذا ما أبغى أصلي. يقول فقال لي احنا بيننا وبين الله حبال، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه قراءة القرآن، حبل اسمه الصلاة. يقول لما تأتي وتقطع الحبل الأول ازددت بعدا من الله، قطعت الحبل الثاني القرآن ازددت بعدا. يا أخي خلي الحبل الثاني بينك وبين الله تمسك فيه. يا جماعة ترى أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة الصلاة. لذلك لو الواحد يا جماعة والوحدة يصلي حتى لو